اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه، ونبدا من ابرز العناوين. طالع في موقع الهيانات، صحيفه بريطانيه 450 دعوه جديده ضد انتهاكات جنود البريطانيين في العراق. وفي المدى، مفوضية حقوق الإنسان، المخالفات طالت ثلاث مراحل انتخابية. وفي كتابات نقرأ: العبادي مستعد للتعاون في تشكيل حكومة قوية ويدعو لاحترام نتائج الانتخابات. ونقرأ في الجزيرة نت: واشنطن تمنع تحقيقا أمميا في مجزرة غزة. طالع في العربي الجديد: العالم يستنكر مجزرة غزة، تنديد دولي وتحركات شعبية غاضبة. نقرأ في القدس العربي: ثلثاء أعضاء مجلس الأمن يعبرون عن القلق من عدم تنفيذ قرار بشأن الشرق الأوسط. ونتصفح في الحياة: مجزرة الاثنين الأسود شاهد على نقل السفارة. أهلا بكم. اليوم، بعد أن وضعت حرب الانتخابات العراقية الرابعة وزارها، وعادت قوات الجيش والأمن إلى سكناتها وفتحت الشوارع التي تم قطعها ورفع حظر التجوال الذي سار، من حق الجميع أن يسأل الآن: هل ما جرى ويجري في العراق انتخابات حقيقية أم أنها ممارسة مظهرية مشوهة ليس لها أي صلة بالمعنى الديمقراطي؟ كما أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعني، وبصورة مبسطة، تطبيق الوصاية الدولية على دولة أو كيان ما، ويجبرهم على تطبيق قرارات صادرة من إرادات أخرى بالقوة. كذلك ما يجري في العراق هو في هذا السياق تماما، فالناخبون يخضعون لمؤثرات مادية ومعنوية تجبرهم أما على العزوف عن المشاركة بسبب قناعاتهم بزيف الانتخابات، وبالتالي لا يضعون جهدهم في خدمة الدولة والمواطن أو الاتجاه للمشاركة فيها، لكن ليس بدافع المصلحة الوطنية العليا، بل بمصالح فئوية وحزبية وطائفية، بحسب الكاتب مثنى عبد الله في القدس العربية. ولو بحثنا عن قانونية جميع هذه السلطات نجدها عارية تماما من أي غطاء قانوني، وبالتالي فإنها تمارس البلطجة على الناخب، وتمارس الترهيب والترغيب بوسائل لا شرعية وحتى لا أخلاقية. أما النوع الثاني من قوى التأثير على المواطن فهي مصادر القوة الخارجية. فقد غادر العراق خانة القرار الوطني المستقل بعد عام 2003، وباتت قرارات الآخرين هي الفاعلة فيه. فالولايات المتحدة الأمريكية التي أنفقت مليارات الدولارات في حرب العراق وخسرت أرواح الكثير من قواتها، لابد أن يكون استثمارها السياسي في هذا البلد بحجم ما قدمته على الأقل. وبالتالي تحول العراق إلى حليف للسياسة الأمريكية، ينفذ أجندتها ويضع كل موارده السياسية والاقتصادية والعسكرية في خدمتها، يفرض التدخل في تشكيل الطبقة السياسية فيه، وعدم السماح بظهور أي تيار يغرد خارج هذا السياق من خلال التأثير على الناخبين إعلاميا أو بتزوير النتائج. أما إيران الموجودة في البنية السياسية للعملية السياسية، وليست عاملا مؤثرا وحسب. واليوم، وبعد أن أعلنت السلطة الرسمية عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات قد بلغت ما يقارب 30%، ثم رفعتها الهيئة العليا للانتخابات إلى نسبة 44%، في حين تشير جهات مستقلة إلى أن النسبة بلغت ما بين 20% إلى 25%، فإن ذلك يشير وبصورة واضحة وجلية إلى أن العملية السياسية باتت في أضعف حالاتها، وأن كل محاولات زرق الوطنية في أسسها لم تجدي نفعا وتجعلها قوة جاذبة وتستطيع أن تستقطب آمال الجماهير العريضة التي قاطعت المهزلة الرابعة. وهكذا تعمق الشرخ ونمى البون الشاسع بين العراقيين والسلطة الحاكمة.
على الرغم من عملية التجميل التي حاولت مفوضية الانتخابات العراقية أن تقوم بها لتحسين صورة الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي، وإذا كان هناك من تسمية يمكن أن تطلق على ما جرى في الانتخابات فيصح أن يطلق عليها أنها كانت ثورة صامتة وجه العراقيون من خلالها صفعة كبيرة وقوية لوجه العملية السياسية التي فصلها الأمريكيون على مقاس شخوصهم الذين جاءوا بهم من خارج العراق ليخرج ثوب ديمقراطي في العراق مرقعاً متهرئاً قصيراً على قامة بلد مثل العراق، بحسب الكاتب إياد الدليمي في صحيفة العربي الجديد. لكن لماذا لم يذهب العراقيون إلى صناديق الاقتراع ويغيروا الوجوه الفاسدة التي أنهكت البلاد والعباد كما دعاهم إلى ذلك دعاة الديمقراطية الأمريكية والإيرانية؟ لماذا عزف العراقيون عن ذلك على الرغم من كل الدعايات والتحشيد الوطني والديني والحزبي؟ تحمل متابعة يوميات المواطن العراقي في مختلف مدنه بين طياتها إجابات كثيرة على هذه الأسئلة، ولا جديد في القول إن العراقي بات اليوم يعيش كابوساً يومياً في مختلف مفاصل حياته، وأن هذا العراقي لم يعد ذاك الذي انطلت عليه كذبة الديمقراطية والتحرير التي روجتها أحزاب وتيارات سياسية جاءت على ظهر دبابة محتل عقب 2003. أدرك العراقي أن كل ما حوله زيف، فلا عمامة رجل الدين عمامة طهر وتقوى، ولا بدلة رجل السياسة بدلة دبلوماسي يريد مصلحة بلاده، ولا أحزابه أحزاب لها برامج سياسية تسعى إلى تنفيذها، بل وحتى إعلامه إعلام، وإنما هي جوقة مطبلين لا يجيدون شيئاً سوى التسبيح بحمد مشغلهم ودافع رواتبهم. وقد أدرك العراقي أنه يعيش في وهم وكذبة مضى عليها أكثر من 15 عاماً، وكانت الانتخابات فرصة للتعبير عن ثورته الصامتة، لأن قال لكل هؤلاء لا فلم يذهب إلى التصويت، وبقيت مراكز الاقتراع فارغة، بل لم يسجل وصول أي ناخب إلى بعضها. العراقي عندما كان يطالب في تظاهرات عديدة بدولة مدنية لا يريد أن يرى صاحب العمامة وقد استبدلها بربطة العنق، وإنما كان يريد أن يوصل رسالة إلى أحزاب السلطان لا مكان لكم، لا نريدكم، ولكن يبدو أن الكرسي وحزب الكرسي مغر حد الموت وحد اللعنة. ترفض أمريكا حقيقة أن تعترف بفشل عمليتها السياسية التي قادتها في العراق منذ 2003، وهو رفض يبدو أنه يمثل جزءا من استراتيجية واشنطن لوضع تصورات المرحلة المقبلة ليس في العراق وحسب، وإنما في عموم المنطقة كلها. ما جرى اليوم السبت يوم السبت الماضي مؤلم جدا ومثير للاشمئزاز، ويدل بشكل واضح على أن العملية الانتخابية خرجت عن مسارها وسكتها الديمقراطية الصحيحة وتحولت إلى فرض منطق القوي يأكل الضعيف، وتم استخدام فتل العضلات فيها استخداما مدروسا ومبرمجا وليس وليد الساعة أو الصدفة كما يتصور البعض، ليس وفق اجتهادات فردية كما يبرر البعض، والمشاهد الفوضوية الكثيرة التي عمت ضمن العراق كافة تكشف للرأي العام أن الكثير من الأحزاب والكتل السياسية ما تزال تميل إلى الأساليب الدكتاتورية ولم يكن لديها قناعة بالديمقراطية وبحيثياتها وتفاصيلها، بحسب ما جاء في مقال للكاتب أنيس الأنصاري في موقع كتابات. والعجيب الغريب في الأمر أن بعض المتحدثين يحاولون إقناع المواطنين بنزاهة ونظافة العملية الانتخابية وهم على علم يقين ودراية تامة بما حصل، ولا حاجة لي في هذا المقال من سرد الأمثلة على الخروقات التي كانت السمة الأبرز في جميع مدن العراق يوم الانتخابات، لأن الجميع قد شاهدوها وشهدوا عليها. نتائج الانتخابات مهما كان شكلها وحجمها فهي لا تمثل أدنى مقدار من التصرف والسلوك الديمقراطي، بل أراها مشابهة لأي انقلاب من الانقلابات العسكرية التي كانت تحصل في العراق، ولا أرى أي فرق بين الانقلابات العسكرية والانقلاب الانتخابي، فكلاهما يخضعان لمنطق القوة واللجوء إلى فرض الوجود على الأمر الواقع بعيدا عن آراء المواطنين الحقيقية. وعليه فنحن لسنا بحاجة إلى انتخاباتكم التي خدعتمونا بها، افعلوا ما تشاءون ولن نقول لكم كفى،
وهنيئا لكم الجمل بما حمل، واعلموا أننا عراقيون بالهوية فقط، ولو كنا في نظركم عراقيين كما تدعون لاحترمتم أصواتنا وآراءنا وحقوقنا التي دستم وبصقتم عليها يوم الانتخابات. ويضيف الكاتب: تسنموا المناصب الرفيعة واختاروا لأنفسكم الألقاب العظيمة، وكلوا واشربوا ما لذ وطاب، ودعونا نبحث عن أحلامنا المنسية في فناجين القهوة، فلعل قارئة فنجان ستخبرنا بيوم ما بأخبار سارة حتى لو بعد 1000 عام. فنحن نرفع لكم راية الاستسلام، ولا نريد منكم سوى مطلب واحد فقط: لا تخدعونا بشعاراتكم المزيفة، ولا تخدعونا بالانتخابات مرة أخرى، فنحن من كثرة الألم لا نتحمل مرارة الصدمات. انخفاض وتدني في نسبة الناخبين له أسباب، وكانت أولى هذه الأسباب هو اليأس الذي أصاب العراقيين من الحكومات التي توالت على السلطة منذ الاحتلال عام 2003. وهدر المال العام رغم كبر حجم الأموال التي حصلت عليها هذه الحكومات من الإيرادات النفطية طبعا، وزيادة نسبة الفقر، وأعداد المتسولين والباحثين في النفايات عما يعينهم على كسب قوتهم، حيث البطالة مرتفعة بشكل كبير، وعدم توفر فرص العمل إلا لمن هم في السلطة وأبنائهم ومن سار ويسير في ركبهم، بحسب رؤية الكاتب حاكم محسن في مقال له بصحيفة الزمان العراقية. موضوع إخفاق الحكومات المتعاقبة جرى الحديث عنه كثيرا، ولكن الحكومات لا تعير أي اهتمام، وكأنها تقول للمتحدثين: تكلموا ما تريدون، المال والسلطة بأيدينا. يظهر ذلك بشكل واضح من خلال الإصرار على ذات السياسات دون الإصلاح، ويكفي الصمت على الفساد الذي يمكن أن يقال عنه إنه أصبح ثقافة عامة أمام الحكومة مهام كبيرة. لكن الذي يخشى منه الشعب العراقي هو التدخلات الإقليمية، وتحديداً دول الجوار التي لها شأن كبير في التأثير على التشكيلة الحكومية في العراق، والتخوف من تأطيرها بإطار طائفي، وهذا ما عانى منه الشعب خلال الفترة الماضية وضاق ذرعاً بما حصل له من ذلك. نعم، في هذه الكتل أحزاب وشخصيات ترفض الهيمنة الخارجية أو التدخلات من أي طرف، وكثيراً ما جلبت المآسي للبلد كل أنواع التدخلات الخارجية، وفرضت سياسات جعلت من العراق بلداً استهلاكياً غير إنتاجي، وخلقت منه سوق لتصريف منتوجها الزراعي والصناعي، وتحاول التدخل في فرض إرادتها في المشهد الداخلي. الأحزاب الحاكمة في العراق كأنها تقول: تكلموا ما تريدون، المال والسلطة بأيدينا بشكل واضح. يظهر ذلك بشكل واضح من خلال الإصرار على ذات السياسات دون إصلاح بحسب الكاتب. كلما ابتعد لبنان عن محيطه العربي، كلما بدا أنه دولة غير قابلة للاستمرار. ففي ظل الانتصارات الإيرانية في لبنان، تراجع لبنان سياسيا واقتصاديا، وخسرت الدولة وظائف عربية طالما كانت مصدر قوة ووجود، حيث لم تقدم الانتخابات النيابية في لبنان دفعا إيجابيا وطنيا، إذ لم تظهر النتائج المتوقعة لهذه الانتخابات وفقا لمسار حلول تخرج لبنان من عمق الزجاجة. الاختناق بمعناه السياسي والاقتصادي لا يزال حاكما على عمق الدولة، ويفاقم من الأزمات التي باتت تشكل خطراً وجودياً على لبنان، الذي لم يعد بأجاذبة لا اقتصادياً ولا سياسياً ولا حتى إعلامياً. هكذا جاء في مقال للكاتب علي الأمين في صحيفة العرب اللندنية. ما يجري اليوم في لبنان هو محاولة استنساخ النموذج الإسرائيلي بوعي أو من دون وعي لا فرق، أي النموذج الذي يتميز وتتركز وظيفته على الانقطاع عن محيطه وترسيخ الشروخ معه، ويقوم على تعزيز ثقافة الخوف والكراهية لكل مختلف. ذلك أن الخطاب السياسي السلطوي المتمدد والمهيمن في لبنان اليوم سياسياً وإعلامياً يصوب على هدف أساسي، هو أن العدو الفعلي ومصدر الخطر الحقيقي هي الدول العربية، أي تلك الدول التي لا تتآلف أو تعادي السياسة الإيرانية. كما أن ثمة عملاً دؤوباً لفرض هذه الرؤية وهذا المنطق حتى على من يفترض أنه يخالف هذه الرؤية،
من خلال تدجينه وتهذيب حال المعارضة أو الاعتراض لديه تجاه ما يمس جوهر وجود لبنان وفكرته. إلى هذا الحد يمكن القول إن استنساخ التجربة الإسرائيلية في رسم هوية لبنان الجديدة هوية معادية لما حولها، خائفة منه ومخيفة له، نموذج منقطع عن محيطه ومرتم في نفس الوقت في أحضان دول من خارج المنطقة، يلبي وظيفة إقليمية ودولية ومتعارض أو معادي لنظام المصالح العربية. يضيف الكاتب أن النموذج الذي يراد للبنان أن يكونه هو نموذج يقوم على نزعة الغائية وأحادية نابذة للتنوع المعبر عن حقيقته الفعلية بحرية، نزعة معادية للبنان كمنبر حر للإعلام في محيطه العربي، وهو نموذج غير حاضن أو جاذب للاستثمارات العربية، ونموذج مهاد ومتآلف مع الغرب وإسرائيل بشرط الاستدامة مع العرب كما يصف الكاتب. من وعد بلفور إلى وعد دونالد ترامب، ما الذي تبدل خصوصا رؤية أمريكا لفلسطين بعيون إسرائيلية لا تزيغ، بل باتت ولايات الحرية والديمقراطية تزايد على أطماع اللوبي اليهودي وعلى نهم اليمين المتطرف في الدولة العبرية؟ كلما انهار كيان عربي يمكن أن يقلق هذا اليمين الجشع، اندفعت زعامة المتطرفين في إسرائيل في البحث عن عدو جديد بحسب الكاتب زهير قصيباتي في الحياة اللندنية، حيث يضيف الإرهاب إرهابا أيا تكون الضحية، ولن ينتظر العرب جوابا من الأمريكي الذي ما زال يعطي شرعية لحق إسرائيل وجنودها في الدفاع عن أنفسهم ولو قتلوا بدم بارد كما حصل في المذبحة على حدود غزة يوم نقل السفارة مرة أخرى. ما زالت واشنطن تعمى عن منابع الإرهاب وأصله بعد نقل السفارة إلى القدس، كما أن داعشيا سيتاجر بالإرهاب الإسرائيلي كما يصف الكاتب، وأن هناك دول عربية ربما وأجنبية ومثل إيران وتركيا قد تبدي تعاطفا مع دمائنا الفلسطينية، من سيحرض ومن سيلومكم ضحية للاحتلال، ستسقط الأمة العربية الفلسطينية. صحيح أن الرئيس الأمريكي الذي أوفى وعده بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة لا يداني جريمة وعد بلفور، لكن الصحيح أيضا أن قرارا بهذا الحجم لا هدف له سوى قضم أحلام الفلسطينيين ونضالهم من أجل دولة مستقلة عاصمتها القدس، ولا هدف له سوى تركيعهم وإرغامهم على العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل باعتبار أنهم في موقع الطرف الخاسر الذي لا يملك شيئا. فإذا أعطي كيانا إدارته بلديات يتحقق هدف إسرائيلي أمريكي بتصفية قضية فلسطين، يتحول حارس غزة إلى نموذج شبيه بحراس القرى في تركيا، فيما تنهمك عصابات اليمين الإسرائيلي بتهويل الضفة الغربية وبمزيد من الضغوط لتهجير الفلسطينيين وتفريغ القدس الشرقية وتجويف آمال أجيال بنهاية للاحتلال. لابد أن تأتي يوما، ولكن هل يركع الفلسطينيون في يوم النكبة؟ نكبة أخرى أمريكية، لأن ترامب هو أول رئيس للولايات المتحدة يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل ولا يعترف بالتالي بأن المدينة ما زالت تحت كابوس الاحتلال. يوم نقل السفارة الأمريكية للقدس جاء عشية ذكرى نكبة 48، كل جروح أصحاب الأرض التي نهبتها عصابات الصهيونية وزورتها وبطشتها، لكنها ما زالت عاجزة عن تركيع الفلسطيني وانتزاع استسلام منه. بعيداً كل البعد عن السياسة، خلصت دراسة إلى أن نظام المشي بوتيرة معتدلة قد يقلل من أعراض الضعف الإدراكي المحدود المرتبط بسوء حالة الأوعية الدموية بالمخ. وذكر الفريق الكندي الذي أعد الدراسة في دورية سبورتس ميديسن البريطانية أن المشاركين الذين يعانون من ضعف الإدراك الوعائي والذي يسمى أحياناً الخرف الوعائي والذين اعتادوا المشي 3 ساعات أسبوعياً على مدار 6 أشهر كانت ردود فعلهم أسرع، إلى جانب علامات أخرى على تحسن وظائف المخ. وقالت كبيرة معدي الدراسة تيريزا ليو
أمبروس للرويترز عبر البريد الإلكتروني أنه من المؤكد أن التمارين الرياضية المنتظمة تحسن من صحة القلب والأوعية الدموية والصحة الدماغية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.